تتصاعد التحذيرات من تصعيد الصراع بين واشنطن وطهران في المنطقة، فما سيناريوهات ذلك التصعيد؟ يعني هناك تعهدات أمريكية بالرد القاسي والشامل. أمريكا مجبرة على الرد، ولكن هناك سقف للرد ألا ينفجر صراعا إقليميا كبيرا. يعني محتاجة ترد سواء كان في سوريا أو في العراق في اليمن، ولكن ألا يصل الموضوع لخسائر أمريكية أخرى فتؤدي إلى صدام مباشر مع إيران بالأصالة وليس بالوكالة، يعني مش مع وكلاء إيران، مع إيران بالأصالة، اللي يؤدي إلى حرب ممرات متسعة، مضيق هرمز يدخل في الحسابات، حرب يعني تكون مؤثرة وهتكون ضد استراتيجية أمريكا اللي من ولاية أوباما الثانية اللي هي الديس انجيجمنت، فك الارتباط. كل ما يعني أمريكا تحاول تفك ارتباطها يحدث ما يجعلها تظل مرتبطة يعني. لكن أمريكا لن تفك ارتباطها بدون خلافات إلا لما تحل القضايا اللي وجدتها في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أنا مش بأيد اللي بيتم من الوكالات، لكن أصبح مركز التفجير هو قطاع غزة. لو توقف يعني مزامن التفجير في قطاع غزة هينعكس على جبهة لبنان، على جبهة سوريا، يعطي الأطراف الوسطاء الفرصة في تبريد كافة الصراعات، وكذلك الحوثي. يعني أنا ما أقدرش أقول اللي بيعمله الحوثي كله عشان غزة، لكن لو توقف الصراع في غزة لن يكون هناك ذريعة أو سبب لتعطيل الملاح. تعطيل الملاح ده بيأثر على الكل، مش بيأثر على الإسرائيليين فقط. إسرائيل حتى لو تأثرت هي في حالة حرب، لكن مصر متأثرة، الأردن متأثر، السعودية متأثرة في تصدير النفط، العراق متأثر في تصدير النفط. فالأساس في الموضوع هو التعامل مع مسببات الصراع وليس أعراض الصراع. نعم، موضوع ولكن ميليشيات هنا ولا هناك دي أعراض، مش المرض، مش أصل المرض. لكن هناك من يرى بأن اتساع رقعة الصراع ودائرة الصراع والحرب في المنطقة هو إبعاد الأنظار عن غزة، فماذا تعلق؟ ده كلام سطحي. نعم. لسبب الناس مش مدركة إن تعطيل الملاحة كل مواطن، كل إنسان بيعيش حوالين فوق هذا الكوكب بيتأثر بيه، الاقتصاديات بتتأثر بيه. أمريكا أكتر متأثر لأنها أكتر دولة لها تجارة ولها نفط، فالخسائر اللي بتحصل لأمريكا تتخطى أهمية إسرائيل نفسها. يا أستاذة، أمريكا ليها خمس استراتيجيات في المنطقة: أمن التجارة، أمن الممرات، أمن منابع النفط وانسيابه، الحرب على الإرهاب، ودعم الحلفاء والأصدقاء. إسرائيل بتأتي في البند الأخير، دعم الحلفاء زي ما هي بتدعم الأصدقاء بما فيهم أصدقاء عرب، سواء للعلاقات أو للحفاظ على منابع النفط. لما النفط سعره بيزيد، ولما يزيد سعر النقل والتأمين يزيد أكتر، العالم سلاسل الإمداد متوفرة متأثرة بشكل كبير. إسرائيل متأثرة، متأثرة أكيد، ميناء إيلات متأثر، أكيد، لكن في بدايل. البدايل بالفعل تمت، كل القطع اللي راح إسرائيل بتلف حوالين طريق رأس الرجاء الصالح، لو دخل على إيلات بتخش من قناة السويس شمالا وتتجه لمكانها. لكن إحنا بنتأثر بشكل مباشر وإحنا مش في حالة حرب. يعني حتى إسرائيل لو اتأثرت هي في حالة حرب تدفع ثمن ده، لكن المواطن اللي في الدول المتشاطئة يدفع ليه؟ سلاسل الإمداد اللي بتتأثر في كل العالم والمستثمرين يتأثروا ليه؟ هل متخيلة إن أمريكا كل قضيتها إسرائيل؟ أمريكا عندها منافعها مقدمة على منافع إسرائيل، بل وجود إسرائيل نفسه هو منفعة لأمريكا عشان تحقق منافعها. لما تيجي الخسائر أمريكا مش فكرة إنها هتضحي بإسرائيل، هتبحث عن مصالحها.